ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ولقاء اليوم عنوانه يوم الاثنين. انتهينا في الحديث فيما سلف عن زواج عبد الله ابن عبد المطلب بآمنة بنت وهب، وبينا أي فضل لكلاب ابن مرة جد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا الجد هو جد للنبي عليه السلام من جهة أبيه، وجد للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أمه، فإن زهرة هو ابن كلاب، ومنه كان وهب الذي هو والد آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام في أنفسها لا تفضل، وإنما تفضل بما يقع فيها من أحداث. فيوم الجمعة أتم الله عز وجل فيه خلق أبينا آدم آخر ساعة بعد العصر، فلذلك عظم هذا اليوم، لأن الخلق جمع فيه، وكتب الله أن تكون الساعة يوم الجمعة. يوم الاثنين فيه ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. المتنبي يقول: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. فقوله وحتى يكون اليوم لليوم سيدا مقصوده ما حررناه، أن الأيام في ذاتها لا تفضل، لكن تفضل بما وقع فيها من حوادث. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، أي نبئ يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وانتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. سنأتي على هذه الأربع على وجه الإجمال، ولأننا في أوائل الدروس سنجعل الحديث أكثر عن يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه. توفي أبوه وهو حمل قبل 50 يوما من ولادته، كانت حادثة الفيل. ثم وضعته آمنة بنت وهب ضحى يوم الاثنين في شعب أبي طالب. يقول شوقي رحمه الله: وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما ترد السماوات الشهابة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. صلوات الله وسلامه عليه. ولد فبعثت أمه إلى جده عبد المطلب من يبشره. ومر معنا أي حزن كان في قلب عبد المطلب لفراق ابنه، لأن عبد الله لم يمرض على عيني عبد المطلب، مرض في المدينة، وهذا يجعل الشوق أعظم والحزن أكبر. فأرادت تلك المرأة آمنة أن تقر عيني والد زوجها بأن تبشره، فسماه محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول بقي بن مخلد رحمه الله: بلغنا، يعني في الكتب، بلغنا أن الشيطان رن 4 مرات. رن بمعنى نخر، أنت إبليس عياذا بالله 4 مرات. قال: المرة الأولى يوم لعن، فإن الله عز وجل قال له: إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والثانية عندما أهبط إلى الأرض، أهبطوا منها جميعا. والثالثة يوم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. والرابعة يوم نزلت سورة الفاتحة. هذا ما قاله بقي بن مخلد رحمه الله، وغالب ظني أنه صحيح. ولد عليه الصلاة والسلام، كتب الله أن يلهم جده عبد المطلب أن يسميه محمدا. قال حسان: فذو العرش محمود وهذا محمد. الآن نلحظ، كلمة محمد اسم مفعول بمعنى يحمد، وجاء في القرآن قول الله عز وجل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد
غير محمد من حيث المعنى، أحمد غير محمد. فعندما تقول عن نفسك أنا أحمد الله، ما معنى أنا أحمد الله؟ أي ألهج بحمده. لكن عندما تقول من عن زيد من الناس فلان يمدحه يحمده الناس، فهو محمد، أي ممدوح، يحمده الناس على صنيعه، إني رأيت الناس يحمدونك. فهو عليه الصلاة والسلام أعظم الحامدين لربه، فلما كان أعظم الحامدين لربه حمده الناس على هذه المنزلة، على هذا المقام، على هذه العبادة، فأصبح محمدا بحمد الناس له، بثنائهم عليه، وهو نال ذلك بعبوديته لربه وبقيامه بالواجب العظيم نحو ربه الكريم جل جلاله. ولهذا يفتح الله عز وجل عليه يوم القيامة بمحامد لم يفتحها على أحد من قبله، فهو أحمد العباد لربهم، أحمد العباد لربهم. فلما كان أحمد العباد لربهم حري أن يكون محمدا ممدوحا يثنى عليه بين الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الفرق ما بين الاسمين، وإن كان كلاهما اسم له، وإن كان كلاهما اسما له صلوات الله وسلامه عليه، فسماه محمد، فهذا يوم مولده عليه الصلاة والسلام. نأتي ليوم بعثته. مضت عليه أطوار أيام، رعى الغنم في أجياد على قراريط لأهل مكة، ولما سئل كأنك كنت ترعى الغنم، قال وهل من نبي إلا رعاها، كنت ورعاها على قراريط لأهل مكة. رأي الغنم رزق به صلى الله عليه وسلم السكينة من ربه، وإن كان الكمال النفسي الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام ليس له أسباب، وإنما هو فيض إلهي وعطاء لدني من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ثم مضت به السنون والأعوام حتى تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم على رأس الأربعين نبئ، وأهل العلم يقولون إنه نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، كان يتوخى أن يأتي غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، حتى كتب الله عز وجل له أن يصطفيه الاصطفاء الكامل فيقربه، ويبعث أقبل الملائكة جبريل إليه، فيقف جبرائيل عند رأسه ليقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول خمس آيات علقت بقلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الوحي حتى ختم القرآن من حيث الترتيب التنزلي بقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على أشهر أقوال أهل العلم. ما بين الخمس الآيات من سورة القلم، من سورة العلق، وما بين آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزل القرآن على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يوم الاثنين. قلت يقال نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر. أما يوم هجرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من جهة قباء يوم الاثنين، دخل المدينة من جهة قباء يوم الاثنين، وأنار منها كل شيء يوم دخوله، يوم دخوله كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي يوم الاثنين من الشهر نفسه، من شهر ربيع الذي فيه ولد وفيه هاجر وفيه توفي صلى الله عليه وسلم، لم يختلف الأمر في يوم الاثنين إلا في البعثة، فإنها كانت في رمضان، وعليه الصلاة والسلام نبئ في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ربنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فاتفقت الأيام العظام في يوم الاثنين، يوم المولد ويوم البعثة ويوم الهجرة ويوم الوفاة، لكنها اختلفت في أن يوم المولد ويوم الهجرة ويوم الوفاة كان كله في ربيع الأول، وأما يوم أنه نبئ وأرسل وبعث فقد كان في رمضان، ولله عز وجل الحجة البالغة والحكمة النافذة. هذه الأيام الأربعة. أما يوم وفاته فقد كان ضحى يوم الاثنين، فهو ولد ضحى يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم
يوم الاثنين ضحى من شهر ربيع الأول في الشهر نفسه الذي ولد فيه. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. وهو عليه الصلاة والسلام إمام الشاكرين، فأحب أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فكان يتوخى صيام يوم الاثنين. والله عز وجل لما ذكر الولادة في القرآن ذكرها مقرونة بالوفاة، قال الله عز وجل في حق عبده ونبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والأمر نفسه قيل في حق عيسى بن مريم عليه السلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم عظيم بلا شك. قال شوقي رحمه الله: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وفناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء صلوات الله وسلامه عليه. والهمزية طويلة لكن ذكرنا منها ما يتعلق بحالنا وحديثنا، وهو الحديث عن ولادته صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت رضاعته، فأرضعته أمه وأرضعته ثويبة وأرضعته بعد ذلك حليمة رضي الله عنها على القول بأنها أسلمت في ديار بني سعد. فهو عليه الصلاة والسلام المولود في مكة والمسترضع في بني سعد والمهاجر والمتوفى في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. يوم الاثنين هذا اكتسب هذا الفخار من هذه الأحداث الأربعة: مولد نبينا عليه الصلاة والسلام، بعثته، هجرته، وفاته صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد المؤمنون أن يؤرخوا أرخوا بالحوادث لا بالأيام، وكان هذا من سنن الناس قديمة، فوجدوا أمامهم هذه الخيارات الأربع: يوم المولد ويوم البعثة ويوم الهجرة ويوم الوفاة، ذلك في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أجمعوا أمرهم ورأيهم على أن يكون تاريخ المسلمين بالهجرة، وإلى اليوم والحمد لله على فضله المسلمون يؤرخون بهجرة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قباء حظيت بأنها أول بقعة من المدينة وطئتها قدماه صلوات الله وسلامه عليه، وكان المهاجرون الأولون قد سبقوها إليه. وهناك بنى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، والذي أنزل الله عز وجل فيه: لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار، لأن هذا عائد إلى ما قبله، وما قبله قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، فالضمير الهاء فيه عائد على مسجد الضرار. ثم استأنف الحديث بقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، المقصود به مسجد قباء. فقول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول يوم قدمت فيه المدينة، لأنه لا بد من تقدير المضاف، فالتنوين هنا تنوين عوض. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. المراد ذكر يوم الاثنين ضمن هذه الأيام التي عزها الله عز وجل بهذه الحوادث العظام التي من أعظمها هجرته عليه الصلاة والسلام. سيأتينا إن شاء الله حلقة عنوانها دار الهجرة، نتحدث فيها عن مدينته صلوات الله وسلامه عليه. أما يوم الوفاة فكما أن المدينة أنار منها كل شيء يوم الاثنين الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، كذلك أظلم منها كل شيء يوم وفاته. وقد دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية منها: يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، صلوات الله وسلامه عليه. ثم كتب الله الفخار للصديق والفاروق أن يقبر
بجوار جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، رأس الصديق عند كتفه عليه السلام، ورأس الفاروق رضي الله عنه عند كتف أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا. فضمت الحجرة هذه الأجساد الطاهرة الثلاثة، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسد صاحبيه الصديق والفاروق، جمع الله بينهما في الدنيا، كان نعم الوزيرين له عليه السلام، ثم كان رفيقين له، ويبعثون سويا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. هذا يوم الاثنين على وجه الإجمال. حرمنا فيه الحديث كثيرا وبينا الحوادث الأربعة فيه. ما سيأتي إن شاء الله تعالى من لقاء في تدارسنا لسيرة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، سنأتي إن شاء الله تعالى على مفردة قرآنية مدح الله عز وجل بها نبيه، وهو أنه نبي أمي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما تحرر إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليماً.